الله يساعدك. 100,000. شلونك؟ الحمد لله. شنو ضارب منك سكينه؟ انا نوزع اكل هنا من محافظه البصره. اي وصلنا من يوم المظاهرات لحد هسه. اي واقفين هنا معتصمين جاي نوزع اكل وهوسه شايلين صور السيد السيستاني. يعني الصور من جو احنا رحبنا بيهم الماي ونهوش وياهم ما حسيت، بس افتريت انطقيت بيدي. زين من كذا الولد قلت له عم عندك طلابه وياي تعرفني؟ هذا زمتوه. اي تعرفني انت تطقني عندك شيء؟ انا رجال ثاير، انا ربع ما املك، انا ابن العراق بس كل شيء ما مستلم. زين انا ابو الخير ابو البصره، انا ابو النفط. زين ابو النفط تجيب لي بنجلاديش مكاني عماله، يعني انا اريد اطلع عماله لازم ماستر اشتغل ب 25 للخلف اعطي 5,000 على مود اشتغل 10,000. عندي 3 جهال الخلف هم ياخذ منك رشوه. اي والله. زين وهاي انا بطني خلي اشوف العالم كله. زين طول الكاميرا يا شباب. هاي البارحه انطعت، هاي انضربت هنا. زين هذا من اللي زمتوه، انا ما عرفت اسمك. انا حسن ابو فلاح. هذا من اللي زمتوه، اللي زمتوه سكين تويا شفرات، والشفرات عند الولد استلمت وسلموه القوات الامنيه، استلموه الولد اللي غير مسلحين اللي هنا. اللي انا قصدك امن التظاهرات. اي امن المتظاهرين. زين ما عرفتوا هذا منين؟ يا اهل المودين عندكم تفاصيل؟ عندنا تفاصيل كامله، تابعين الحزب، والحزب هو نازل هنا لان هذا الحزب اللي نازل علينا مو عراقي ومو شريف وما عنده قطرة الشرف اللي يطق ابن بلده. احنا ناس مسالمين، كل شيء ما عندنا، عندنا بس هذا العلم وعندنا حب الله واهل البيت، بس هذا العلم مره نزلنا، كل شيء ما شايلين، لا شايلين سلاح ولا وانا هاجيك جيت من البصره اشتغلت يومين عماله وحق هاي القروب وجيت بيهن بحيف الظهر ويا اخواني هنا، وكل احنا اهل البصره جينا هنا. زين والله انا يعني حسن ما ادري ايش اقول لك، لكن بهاي اللحظه يعني اتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اخشوشنوا فان الترف يزول النعم. شوفوا اديان حسن، هذا اديان حسن وهذا الجرح، هذا ابن البصره، هذا ابن ام الخير، هاي البصره اللي اعطتنا كل شيء. حسن يشتغل عماله يومين ويطرشوا للخلفه حتى يجمع له كروه يريد يقول انا عراقي، ويجي واحد قذر ابن حزب، قذر ابن قائد، قذر ابن واحد ما ارد اقول هاي الكلمه، يطعن حسن. حسن لا اخذ من خير البصره ولا اكل من خير البصره. حسن ما كان عنده رصيف بالموانئ، حسن ما باق النفط، حسن ما نهب، حسن ما زور انتخابات، حسن مو ابن المحاصصه، حسن مو ابن العهر السياسي، حسن ابن امه، حسن ابن البصره. هذا الساقط اللي ضرب حسن وضرب اخوه حسن تبا له ولحزبه ولمن كلفه، وما سووا له شيء الابطال. والله ما سووا له، ما سووا. تعرف ليش؟ تعرف ليش ما سووا له؟ لان هذا اخلاق ثائر، بس ذاك اخلاق ابن حزب قذر. تبا لكم ولاحزابكم ولقادتكم ولعهركم ولفسقكم ولفجوركم ولفسادكم، والله فانكم في الدرك الاسفل من النار. والله حتى من طقني اجوا الولد طقوه بالقران الكريم، قلت لهم ما مسموح اي واحد يطق، انا المطقوق مو انتم، بس قلت له احنا شو مسوي لك؟ احنا ايش عندنا وياك؟ انت شو تريد من عندنا؟ احنا ناس طولي ملينا. طولي مي بابا، طولي مي. احنا طولي ناس مي. ملينا يعني ماكو، يعني احنا اهل الخير، احنا الشعب اللي اكثر الدول ما تملك مثلنا، يا الاحسن من عندي ابو الخليج، يا الاحسن من عندي ابو ايران. خير الغيري ليش خير الغيري؟ انتم قاعدين وتاكلون وتشربون وكل شيء تسوون. زين احنا نريد واحد شريف ما عنده جنسيتين، اللي عنده جنسيتين ما نريده، اللي يملك الجنسيتين لا يجي يصير بالساحه، نريده جنسيه واحده، ونريده عربي يمثل الشيعي ويمثل السني ويمثل المسيحي ويمثل كل طائفيه.